السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. اذا في هذا الفيديو غادي نصحح معكم التمارين اللي كاينه في هذه الوثيقه. هي تمارين متعلقه بالباسيف فويس، وكنعتقد انها تمارين مزيانه باش الانسان يزيد يتدرب اكثر على التحويل ديال الجمل من اكتيف فويس اللي هو المبني المعلوم للباسيف فويس اللي هو المبني المجهول. واخا بالنسبه للامتحان ماشي بهذه الطريقه بالضبط باش كنعطيكم التمارين في الامتحانات، ولكن هذه فرصه باش انكم تدربوا اكثر على هذه الجمل ديال الباسيف فويس. مثلا في الامتحان نعطيكم مثال، مثلا في الامتحان فالجمل ديال الباسيف فويس كيجيو في التمرين بحال هذا اللي فيه ري رايت ذا سنتنسز از انديكيتد، يعني اعيد كتابه هذه الجمل كما هو مقترح. وبالنسبه للتمرين راه ممكن يكون فيه مجموعه ديال الجمل، وممكن داخل هذه الجمل يكون باسيف فويس. مثلا بالنسبه للجمله اللي متعلقه بالباسيف فويس في هذا الامتحان هي الجمله رقم 2. اما بالنسبه للجمله رقم 3 مثلا فهذا راه ريبورتد سبيتش، وبالنسبه الجملة رقم 4 هذه الجملة راه ديال conditional type 3، وبالنسبة للجملة رقم 1 هي متعلقة بأدوات الربط اللي فيهم هاد in spite of اللي ديجا شفناها وكتعني رغم أن. ولكن حنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا غير passive voice اللي هو كاين في الجملة رقم 2 كما كتلاحظوا هنايا. إذا راه في الامتحان الوطني هكا تيجيو التمارين في يعني في داخل الامتحان، ماشي بحال هادو اللي كاينين في الورقة اللي بارطاجيتوها مع بعضياتكم في المجموعة على الواتساب. اذا غادي نبداو بالتصحيح ديال هاد التمارين، وغادي نبداو بالجمله الاولى كيف العاده. اذا دائما باسيف فويس، الحاجه اللي خاصنا نعرف باسيف فويس ان الجمله راه كتكون من السبجكت، يعني كتكون من الفاعل، ثم تيكون فعل اللي هو فيرب، ثم كيكون اوبجكت اللي هو المفعول به. باش كنعرف السبجكت، كنعرف السبجكت لانه دائما كيجي وراء الفعل. وبالنسبه لهذا الفعل كما ديجا وضحت لكم في فيديوهات سابقه راه تيكون دائما فيه واحد الزمان، يعني هذا الفعل دائما تيكون حامل لزمان ما، يعني ممكن يكون مثلا في لو بريزون يعني في سيمبل بريزنت، ممكن يكون مثلا في سيمبل باست، ممكن يكون في سيمبل فيوتشر الى غير ذلك، يعني ممكن يكون في اي زمان كيفما كان. بالنسبه فاش كنحولوا الجمله للباسيف فويس راه دائما كنبداو باوبجيكت، يعني اولا كنبداو باوبجيكت يعني المفعول به، ثم اشنو كيجي من بعد اوبجيكت؟ راه كيجي فيرب تو بي، ولكن هذا فيرب تو بي راه تياخذ الزمان ديال الفعل الرئيسي. يعني الا كان الفعل الرئيسي مثلا في سيمبل بريزنت راه هذا فيرب تو بي تيكون في سيمبل بريزنت، اذا هذا فيرب تو بي هذا راه كياخذ الزمان ديال الفعل فقط. كما قلت الا كان مثلا الفعل في سيمبل باست راه حتى هذا فيرب تو بي تياخذ الزمان ديال سيمبل باست الى غير ذلك. اما بالنسبه للفعل الرئيسي راه تيكون في باست بارتيسيبل، يعني ماشي تيكون في الانفينيتيف ولكن تيكون في باست بارتيسيبل، كيتصرف في باست بارتيسيبل. بالنسبه للافعال العاديه في باست بارتيسيبل راه كتاخذ غير اي دي في اخر الكلمه، مثلا ورك، سيمبل باست هو وركت، وكذلك في باست بارتيسيبل هو ورك، يعني في حال سيمبل باست بحال باست بارتيسيبل. ولكن الريجولار فيربس مثلا في حال جو راه سيمبل باست هو وين، تما باست بارتيسيبل هو غان، او لا مثلا سند اللي كيعني ارسل يرسلو فسيمبل باست هو سنت، اما باست بارتيسيبل هو سنت. اما مثلا فعل رايت فسيمبل باست هو روت، باست بارتيسيبل هو ريتن. اذا هذه كتسمى الريجولار فيربس، وما كتخضعش للقاعده ديال الاي دي في اخر الكلمه، وهي اللي كتكون عندكم في هذيك الورقه الخاصه بالريجولار فيربس، باش الى مازال ما ضبطتوهمش كاملين راه ممكن تحفظوها من طبيعه الحال. اذا دابا غادي نبداو التصحيح ديال هذا التمرين، وغادي نبداو بالجمله الاولى اللي فيها ذا تيتشر ويل بانيش توم. اذا اول حاجه انت كتلميذ خاصك تلاحظها هو ذا فيرب، يعني الفعل هنايا راه كاين ويل بانيش. اذا اول حاجه كتلاحظ الفعل، ثاني حاجه شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ الزمان ديال هذا الفعل، لان دائما قلنا الفعل راه كياخذ واحد الزمان. اذا هنايا الزمان ديال هذا الفعل هو سيمبل فيوتشر. اذا هنايا اشنو غادي دير انت كتلميذ؟ خاصك دير فيرب تو بي في سيمبل فيوتشر اللي هو ويل بي، ثم الفعل الرئيسي اللي هو بانيش راه تيكون في باست بارتيسيبل اللي هو بانيشت. هنايا راه في الامتحان ما تكتبوش لك حنايا هاد ذا تيتشر، لان هنايا المطلوب في هاد الاكسيرسيس هو ان التلميذ هنايا مثلا يكتب باي ذا تيتشر، واخا هي ماشي مهمه بزاف، ولكن ربما الهدف من هاد التمرين هو يتعلم التلميذ حتى هذيك باي ذا تيتشر. اذا هذا هو الهدف، ولكن الا كتبت غير توم ويل بي بانيشت فهذه الاجابه راه صحيحه. اذا نفس الشيء بالنسبه للجمله الثانيه، دائما غادي نلاحظ الفعل، اذا they are painting my office. اذا اوبجيكت كما قلت راه المفعول به راه دائما كيجي من بعد الفعل مباشره كما كتلاحظ هنايا. اذا اوف باسيف فويس راه تنبداو لك باوبجيكت اللي هو المفعول به. اذا بنفس الطريقه غادي نشوف هذاك الفعل في اش من زمن كاين. اذا الا قلت ار بينتين هذاك راه بريزنت كونتينوس، اذا هنا فيرب تو بي غادي نديرو في بريزنت كونتينوس اللي هو اما از بين ولا ار بين.
هنا فين غادي نلاحظ هذا المفعول به؟ واش في المفرد ولا في الجمع؟ اذا هنا راه في المفرد لان ما فيهش اس، اذا غادي ندير از بين، ثم الفعل الرئيسي اللي هو paint راه غادي يكون في past participle اللي هو painted، اذا my office is being painted، وممكن نكمل today. الجملة رقم 3، Daniel bought this camera in Japan. إذا هنايا الفعل هو bought، أش من فعل هذا؟ هذا فعل buy اللي كيعني اشترى يشتري، لأن في infinitive هو buy، past participle هو bought، past simple past هو bought، وكذلك past participle هو bought. إذا هنايا راه كاين في simple past، إذا أشنو غادي ندير هنايا؟ خاصني ندير verb to be في simple past، ولكن واش was ولا were في نظرك؟ اذا غادي نشوف هذاك الاسم واش في المفرد ولا في الجمع. اذا بما ان this camera هي غير في المفرد، اذا غادي نقول was، ثم الفعل راه كيبان لك هنا مثلا انه راه past participle هو bought. هنا راه ممكن نقول by Daniel، يعني من طرف دانيال، ولكن راه ماشي مهم. اذا ممكن نقول غير this camera was bought in Japan، او هذه الكاميرا اشتريت من اليابان دانيال. بالنسبة للجملة رقم 4، موسكيتوز. موسكيتوز هو هذوك الحشرات الصغيرة اللي كتكون في الصيف، ما عرفتش الاسم ديالها بالعربية الفصحى، هي شنيولة بالدارجة المغربية. إذا موسكيتوز وير ايتين مي الايف، يعني هذه الحشرات تأكلني أو كانت تأكلني وأنا على قيد الحياة. الايف تعني على قيد الحياة. إذا اي أنا، إذا أول حاجة غادي نلاحظ هو verb were eating. اذا غادي يبان لك مثلا هنايا الى قارنتي هذا الفعل مع الفعل اللي كاين في الجمله رقم 2، هنايا are painting، هنايا were eating، هذا present continuous، هذا past continuous. اذا هنا verb to be خاصو يكون past continuous. اذا غادي نقول يا اما was being ولا were being. اذا I تنقول was being. إذا I was being، والفعل هو eat، past participle هو eaten، I was being eaten. ممكن نقول هنايا by mosquitoes، ولا نقول حتى alive by mosquitoes، I was being eaten alive by mosquitoes. ولكن إلا قلتي غير I was being eaten by mosquitoes، فلا غيكونس ديالك كتبقى صحيحة. ندوز للجملة رقم 5، the children had made many promises. promises كتعني الوعود. إذا many promises أول حاجة خاصك تلاحظها هو هاد promises راه كاينة في simple past، كاينة في يعني كاينة في صيغة الجمع. أما بالنسبة للفعل had made، هذا راه كاين في past perfect. إذا هنا غادي ندير verb to be في past perfect اللي هو had been. بالنسبة ل past perfect ما تيهمش واش singular ولا plural في الحقيقة، إمتى غادي يكون تيهم؟ كون كان مثلا present perfect ولا simple present. أما past perfect ما تيهمش لأن أصلا الفعل كيبدأ ب had. إذا many promises had been، ثم الفعل made. بالنسبة لواحد الحاجة خاصكم تردوا ليها البال، إلى أصل الفعل كاين فيه مثلا، أنا أعطيكم غير مثال، إلى مثلا الفعل في passive voice فيه have مثلا have made ولا had made ولا مثلا will have made، هادو كلهم كيتسمى perfect tenses، يعني هادو الأزمنة التامة، مثلا present perfect، past perfect، future perfect. الى عندك مثلا هادو في داخل الجمله، الى عندك التصريف ديال الافعال في الجمله، فالفعل اصلا راه تيكون في past participle اصلا، لان كل perfect tenses ولا الازمنه التامه راه ديجا الفعل اصلا تيكون في past participle، يعني ما غاديش تحتاج تجيبو كاع من راسك، راه تيكون اصلا في الجمله. اذا many promises had been made. وممكن هنا الى بغيت نكمل الجمله راه نقول by children، يعني من طرف الاطفال، ولكن كما قلت راه ماشي مهمه by children. إذا many promises had been made by children. نشوفوا الجملة الموالية. إذا هنايا Tom should accept our offer. أول حاجة غادي نلاحظها هو أن هنايا عندي should اللي هي model. إذا بالنسبة للمودلز راه نفس القاعدة كتنطبق على جميع مودلز. إذا بما أنه عندي should، إذا غادي نقول our offer should be. إذا كاينة can كنقولوا can be، must be. ثم الفعل accept هو فعل عادي جدا، إذا غادي نديرو في ed. إذا our offer should be accepted. وهنا راه ممكن نقولوا by Tom كما قلت، ولكن ماشي يعني ماشي ضروري، ولكن إلا كتبتيها راه it's not a problem. غير هي إلا خفتي أنك تغلط بلا ما تكتبها، اكتب غير verb to be والفعل past participle and that's it. ثم الجملة رقم 7، the price includes breakfast and lunch، يعني الثمن يتضمن وجبة الفطور والغداء.
إذا هنايا فين هو الفعل؟ الفعل هو includes. بالنسبة للفعل include كيعني يتضمن، ودائما الفعل إلا شفتي فيه S يعني راه simple present. باش كنعرف أن الفعل في simple present، غادي نعطيكم مثال. إذا الفعل كنعرفوا أنه كاين في simple present مثلا، يعني هذا كيفاش كتعرفوا، يعني إلا شفتيه، إلا شفتي الفعل كيفاش كتعرفوا في simple present. إلا كان الفعل كما هو ولا إلا فيه S آخر الكلمة، مثلا give هذا راه simple present لأن ما فيه حتى شي إضافة، فعل give. أو لا مثلا gives هذا حتى هو راه simple present. علاش؟ لأن هاد gives كنستعملوها مع هي ولا شي ولا it في simple present. إذا هذا هو تصريف ديال الفعل في simple present، يعني ممكن يكون الفعل كما هو ولا ممكن تكون فيه s. مثلا هذا الفعل راه فيه s في آخر في آخر الكلمة، إذا هذا راه simple present. مثلا فعل eat كيفاش غادي يبان في simple present؟ ممكن يكون غير eat ولا ممكن يكون eats، حتى هذا راه تبقى simple present. إذا هاكا غير باش تعرف، كيما مثلا كتعرف، أعطيك غير مثال كمقارنة باش تفهم أكثر. مثلا simple future، مثلا simple future، مثلا إذا سولتي التلميذ كيفاش غادي تعرف أن الفعل مصرف في simple future، يعني ببساطة راه كتكون فيه أصلا will. مثلا هنايا كون كان هدف simple future هو will give فقط، يعني الفعل كتكون فيه will، إذا هذا هو simple future مثلا. و simple present راه كتعرفوا بالفعل كما هو ولا فيه s، اذا هذا راه فيه s، اذا هذا راه simple present. اذا breakfast and lunch هنا راه كنهضر على جوج الاشياء اللي هما breakfast and lunch، اذا هذا راه plural يعني الجمع. واش غادي نقول في نظرك is ولا are؟ اذا غادي نقول are لان breakfast and lunch. وعلاش درت are؟ لان هذا الفعل مصرف في simple present، وقلنا ان verb to be هنايا خاصو ياخذ الزمان ديال هذا الفعل. ثم الفعل الرئيسي هو include، إذا غادي ندير included in the price. إذا breakfast and lunch are included in the price. بالنسبة للجملة رقم 8، the city mayor is going to build a new bridge. هنايا هذه الجملة هي اللي طرحوا فيها التلامذ يعني السؤال. هو هنايا هاد is going to، راه انتم فكروا فيها فحال الا قلتي مثلا ويل، حيت هي اصلا راه كتعبر على الفيوتشر، يعني فحال الا قلتي ويل انت تخيلها انها ويل، يعني لو كانت مثلا ويل اشنو غادي نقولوا؟ ذا نيو بريدج ويل بي. اذا حتى هنايا يعني راه حيت هذا تعتبر فحال الموديل، اذا غادي نقول is going to be، يعني لان is going to راه فحالها فحال ويل. اذا is going to be، ثم الفعل هو build، إذا غادي نقول is going to be built. Is going to be built لأن فعل، يعني لأن built في الماضي وكذلك في past participle هو built. غادي نعطيكم مثال آخر باش تفهموا أكثر. إذا the man مثلا، the man is going to fix the car. هذه الجملة راه في الحقيقة راه فحال إلا قلتي، إذا أشنو عندي هنايا؟ The man is going to fix the car. إذا is going to يعني سوف، فحال simple future. إذا هذه راه ممكن نبدلوها ب will، وغادي يكون نفس الجملة نفس المعنى، كلهم كيعبروا على future ولا المستقبل. الفرق الوحيد اللي كان بيناتهم هو إلا قلتي is going to يعني شي حاجة اللي خططتي لها في المستقبل، في المستقبل. أما إلا قلتي will كتعبر غير على ال intention ولا النوايا ديالك، يعني ماشي خططتي لها اكثر. اذا كيفاش غادي نحولوا هذه الجمله، وكيفاش غادي نحولوا هذه الجمله اللي فيها is going to؟ اذا is going to fix the car، والفعل راه هو في الحقيقه راه هو fix كما كتلاحظ هنايا، وحتى هنايا الفعل راه هو fix. اذا راه في الجمل راه دائما كنبداو ب object اللي هي من طبيعه الحال the car في هذه الحاله، وحتى هنايا راه نفس الفكره يعني the car. اذا هنايا راه غادي تكون تعرف تجاوب، لان بما انك عندك هنايا مثلا simple future، يعني هنايا غادي تعرف انك غادي دير will وفيها ومعها verb to be، اذا غادي دير will be. هذه هي لا ريبونس صحيحه. اذا حتى هنايا راه هذيك will راه هي نيت is going to، اذا عوض will غدير is going to. اذا the car is going to، ولكن مثلا الا عندك the cars انا ذاك راه هذا غادي يولي are going to be. بما ان الفعل هو فيكس، هو فعل عادي، اذا غادي نقولوا is going to be fixed، وهنايا will be fixed نفس الجمله fixed، لان is going to عندها نفس القاعده فحال will ولا فحال اي موديل. دابا غادي نمشيو للجمله رقم 2 اللي فيها a British writer.
بالنسبة لهنايا بريتيش رايتر الفعل هو ويل فيزيت، ويل فيزيت، اما الرايتر راه كتعني غير الكاتب، بريتيش رايتر يعني الكاتب الانجليزي. ويل فيزيت اور سكول نيكست مانث، نيكست ويك. وانا راه لا ريبونس كتبان انها واضحة جدا، اذا بما ان عندك ويل غادي دير ويل بي. ثم الفعل فيزيت راه غادي يكون في باست بارتيسيبل اللي هو فيزيتد، اذا اور سكول از جوينغ تو بي فيزيتد او ويل بي فيزيتد، سوري ماشي از جوينغ تو، ويل بي فيزيتد. راه ممكن نقول باي ا بريتيش رايتر، يعني سوف تزار من طرف بريتيش رايتر. بريتيش رايتر راه كتعني كاتب انجليزي. نيكست ويك يعني في الاسبوع المقبل. بالنسبه للجمله رقم 10 اشنو غادي نلاحظ؟ كان فينيش. اذا هنايا راه عندي موديل كان، اذا غادي نطبق عليه نفس القاعده ديال ويل لانه موديل. اذا the work can be. ثم الفعل finished راه كاين في يعني past participle هو finished، اذا can be finished in 2 weeks. الجمله الاخيره scientists in Oxford have found a cure for COVID. اذا فينا هو الفعل؟ هو have found. كما قلت لكم في الاول الى الفعل فيه have ولا has ولا had، اذا هذا present perfect، اذا فراه past participle ديال الفعل هو اصلا كاين هنايا ديجا، اذا ما غاديش تحتاج تجيبو من دماغك. اذا a cure for COVID-19 هنا غادي خصك غير دير verb to be في present perfect. a cure for COVID-19 واش غادي نقولو has been في نظرك ولا غادي نقولو have been؟ لان singular has been و plural يعني الجمع have been. اذا هنا غادي ندير غير has been لان عندنا غير cure one، ما عندناش في الاسم s باش يكون في الجمع. اذا a cure for COVID-19 has been، والفعل راه كاين ديجا تما في past participle، اذا has been found. هنا راه ممكن ندير by، بما ان هذا الاكزرسيس تطلب هذا الشكل راه ممكن نقول by scientists in Oxford. دابا غادي نشوفوا التمرين اللي تعطى في الامتحان الوطني. اذا they will clean the room after after the party. هنا راه غادي تكون لاحظتي ان الفعل هو will clean يعني وفي هذا الموديل. اذا هنا الاجابه راه غتكون واضحه لك جدا. اذا this room، اذا this room غادي نقولوا will be ببساطه. اذا this room will be. ثم الفعل clean راه غادي يكون في past participle، هو فعل عادي جدا وغادي نقولوا cleaned. اذا هذا هو يعني هكا كيتعطوا التمارين في الامتحانات الوطنيه على هذا الشكل. ولكن هذا الامتحان او هذا التمرين راه كنعتقد انه مزيان باش تزيدوا تدربوا اكثر على passive voice. الى عندكم شي سؤال في شي جمله من هذه اللي خدمت عليها في هذا التمرين هذا، ممكن تطرحوا لي كيستيون ديالكم في التعليقات اسفل هذا الفيديو وماشي في المجموعه المغلقه على الفيسبوك. يلا كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.